انا ضد هذا المساله هذه القاصرات خصهم حتى يكبروا عاد يوصلوا للزواج من بعد ما يدرسوا هذا عادي يمكن لهم يتزوجوا من بعد ما القاصرات هكا اللي غير باقي عندنا في المجتمع المغربي اللي قاعد كيديروا هذه المساله هذه هما اللي في جميع الدول خاص التحيد يوقع على حد بصراحه القاصرات ما خصهمش يتزوجوا انا بيرسونيلمون ضد هاد القضيه ديال الزواج القاصرات حيت كنظن زعما اختنا خصها تكون على الاقل شويه ناضجه في عقلها وكذا باش تقدر تزوج هذا وكيجيني زعما الزواج خصو يكون عن حب ماشي عن الوالدين خصهم يفورسيوك باش تزوج ولا شي حاجه بحال هكا دونك انا بالنسبه لي ضد هاد اللعيبه اللي بحكم الدين ديالنا ولكن الجينيراسيون اللي كنشوفوها طالعه دابا ما كتفكرش في الدين كتفكر في كل ما هو شهواني يعني راه ما كاينش الوعي على هذا الحساب هذا يعني كيزوج بنته مازال قصيره والا كتعرض للخطر في الاخر بنت راه خصها تقرا بطبيعه الحال علاش نزوجوها هي قصيره يعني خصها تقرا خصها تشوف مستقبلها خصها يكون عندها واحد الطموح ما الا قصيناها وهي قصيره راه ما خصهم من نظري يمنعوهم بصراحه لان الدوله راه غتكفل بهم ياك خصهم يكبروا وديك الساعه يوصلوا للزواج يمكن لهم يتزوجوا وهذاك السيد اللي قال لك بو الحياه بغاها يتزوج من بعد يتزوج ملي تفوت ما تبقاش قصيره انا في نظري هذا هو الموضوع الزواج القصيرات انا مع هذا القانون هذا اللي كيلغيه لان صراحه طفله ولا البنت كتكون باقي ما وصلتش للبلوغ سن البلوغ وكتاخذ واحد القرارات اللي هي مصيريه في حياتها وتقدر تاثر على الاسره كامله وعلى البنيه التحتيه ديال المجتمع لان الاسره من الاسره كتنطلق المجتمع من الوليدات اللي غادي يجي ومن والتبعات ديالها لان كتكون النفسيه ديال الطفله باقي الله ما وصلش سن المراهقه الو فماذا به من غادي توصل سن المراهقه ويعرف الزواج بوتيتخ ما عندهاش واحد الرشد اللي غادي يقدر يخليها تاخذ ديسيزيون اللي يقدروا يكونوا صالحين لا ليها ولا لعائلتها ولا الاسره كامله وصراحه بالنسبه للضعف راه كيستغلوا كاين اللي كيستغل الضعف ديال الفقر حاجه والضعف مزيان هذا القانون صراحه انا جو سوي بوغ لا خويا ضد اخويا البنت تكون مازال صغيره مازال خصها تقرا ستعلم بزاف الحوايج وكيف ما قال الصديق ديالي يكون الزواج عن حب فهمتي حسن باش يكون داك الشيء مساوي فهمتي باش تكون طبقه اجتماعيه زوينه ويعاونوا بعضياتهم ويكملوا بعضياتهم عرفت اخويا يمكن الفقر فهمتي يمكن الجهل يمكن الناس ما واعياش فهمتي هذا الشيء اللي كاين الغاء الزواج القصيرات بحكم انك كتشوف المونتاليتي ديال البنت باقا شويه خاصها تتعلم ماشي على قد المسؤوليه زيادة على ذلك كيشوفوا غير الكونديسيون فيزيك ديالها ماشي هي اللي غتحكم عليها من هنايا ل 40 عام دونك الغاء زواج القصيرات كنتفق معها انايا الزلزال اللي طلعوا بغاو يزرقوا نسى ما بلانش هذاك الشيء ما بلانش اخي ديالي وفهمتي بنادم مقطوع لعيباس ما عنده ما يدير مي فهمتي ما انا ما عندي حتى شي تعليق على داك الشيء حيت ما قدرتش تندوي بقوه الظاهره مخربقه هذاك استغلال زعما انني غنشفق عليها ولكن هذاك غير استغلال كنشوف زعما المونتاليتي ديال هذاك اللي غيمشي وغيخطب بوحده مديره انت ما غتاخذوش بحكم انك انت باغي تحميها بالعكس انت كتستغلها دونك هذه ما متفقش معها واخا تكون قاصر ما خصكش كاع توصل ليها بالعكس الا كنتي غضيفها عندك تقرا حتى توصل لسن الرشد ومرحبا انا لان السبب كيرجع للفقر على داك الشيء باش كيسميتو خاصهم يشوفوا في هذه النظريه هذه ديال القاصرات ما يبقاش يجوجوهم راه خاصهم يقراو خاصهم يوعوا خاصهم يعرفوا شنو هو الزواج بمعنى الكلمه هذا الشيء اللي كاين شكرا.